مع تطور الصحافة السعودية، بدأت معالم أسلوبها الخاص تتشكل في كثير من المطبوعات، بعدما ظهرت مجموعة شابة من الصحفيين الذين كسروا قالب التقليدية وغيروا وجه الصحف المحلية بطريقة لافتة. كان الصحفي المخضرم مصطفى إدريس واحداً من الذين ساهموا في الانتقال من صحافة النخبة إلى تلبية اهتمامات الرأي العام بكافة شرائحه وتوجهاته. مصطفى إدريس، وما أدراك ما مصطفى إدريس، الرجل العظيم في حياته وحتى بعد مماته. مصطفى كان له وجهات نظر كثيرة في حياته، هو رجل يتكلم عن وعي وإدراك وأفق واسع من حياة المثقف. مصطفى كان ينظر الأشياء من زاوية أخرى في جميع خطوات حياته، يعني تعامله مع الناس، مع المرأة، حتى مع الطفلة الصغير، يعني تعامل مختلف تماماً. هي المتعة بحد ذاتها إنك تعيش مع إنسان مختلف تماماً. أول ما تعرفت عليه كان يقول لي أنا إنسان يعني مختلف، أنا غير. أقول له طبعاً طبيعي، يعني الإنسان دائما يتكلم عن نفسه بحفاوة يعني إنه غير، بس فعلاً مصطفى غير. مدرسة بحد ذاتها، تتعلم إنه كيف تكون صادق، ما تكذب، تحب الناس، ما تحب النميمة. حتى لو تحزن ما حد يعرف عن حزنك، تتألم ما حد يعرف عن ألمك، إيجابي حتى في المرض إيجابي. هو هذا مصطفى إدريس. لا ينفصل الحديث عن مصطفى إدريس رحمه الله الصحفي الإعلامي المعروف عن الحديث عن مصطفى إدريس الإنسان الذي عرفه أصدقاؤه وزملاؤه ومحبوه. وإذا كان مصطفى إدريس غادر الصحافة مبكرا قبل سنوات طويلة من وفاته، فقد بقي ما غرسه في أنفس زملائه من محبة له وطيب عشرة معه. كان إنسانا بقدر ما كان إعلاميا، كان صديقا صدوقا لكل من عرفه، وتلك ميزة لم تطغى عليها مشاغل الصحافة ولم تمحها سنوات طويلة غاب عنا فيها ثم واصل غيابه بعد موته. مصطفى أو هدوء مصطفى كصحفي يشبه قلق ما قبل الكارثة بالمفهوم الصحفي طبعا. هذا سكونه أمام مكتبه يبشر بحدث جلل عندما يريد أن يتولى مادة صحفية. لغة مفرطة في يعني تقشفها وصرامة في 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 دلالتها. مصطفى يعني كما هو معروف في بداياته خرج من معطف الأدب الذي لم يكن يستظل به، وودع عالم الإدارة الذي لم يكن مطمئنا له ليدخل عالم الصحافة، وكأنه صانع مفاتيح في مدينة بلا أبواب. من هنا بدأت حكاية الصحفي مصطفى إدريس وكتب صفحتها الأخيرة. هذا هو الإنسان. لم يبحث مصطفى إدريس عن الشهرة من وراء العمل في الصحافة، غير أنه أشهر من نار على علم في الوسط الصحفي.
كان الراحل بمثابة العقل المدبر لكثير من النجاحات التي تحققت لصحيفة عكاظ منذ الثمانينات، فضلاً عن تأثير مدرسته على بقية الصحف المنافسة. الأستاذ مصطفى إدريس رحمة الله عليه كان يعني لا أبالغ إذا قلت إنه هو يعني عاشق الصحافة. يعني الصحافة كانت، يعني إذا أنا أزعم الصحافة في دمي، فالصحافة كانت في دم، في عقل ووجدان وكل ما يملك داخله. الأستاذ مصطفى إدريس ولد صحفياً، وفي ناس يقال أنه ولد بملعقة ذهب، هو ولد بقلم في يده. فبالتالي يعني الأستاذ مصطفى بهدوءه في هذا الزمن الصخب وبدماثة أخلاقه في زمن الغضب وبمهنية الرفيعة في زمن كان يتطلب تلك المهنية، خلق هذا الرجل في لكي يعمل في بلاط صاحبة الجلالة، وكان من عراب نجاحات عكاظ. نسميه مخضرم لأنه عاصر الصحافة في مرحلتين مهمتين، يعني السبعينات والثمانينات، بشكل جدا نقدر نتوقف عنده. كان دائما مسؤول عندنا في عكاظ، عندما يفكر رئيس التحرير الدكتور هاشم عبد هاشم بالتطوير وبغربلة الجريدة من جديد، مواد وإخراج وكذا، كان العراب لهذه العمليات هو مصطفى إدريس الله يرحمه. كان ليس في المادة فقط، في المواد وأفكاره وكذا، وفي الإخراج أيضا يتدخل في الإخراج، بل ويضع الأسس الأولى والخط الأولي للمخرجين، سيما في عدده الأسبوعي اللي هو مسؤول عنه، كان مسؤول مباشر عن العدد الأسبوعي من ولادته إلى يفاعته وظهوره للناس. كان دائما طليعي في البحث عن الصحافة المتطورة واللي تعطي بشكل كبير وشكل مختلف. كان ميزته الاختلاف فعلا والتطور، لذلك كثيرا ما كنا نصطدم معه في أفكاري، خاصة نحن الكلاسيكيون في أعمالنا الإعلامية والصحفية، أقدر أصنف معظمنا كان كلاسيكي في الأداء والطرح والإخراج حتى كل شيء، لكن كان هو جدا طليعي وكان جدا يبحث عن التطوير في العمل الصحفي مادة وإخراجا. مصطفى إدريس شخصية استثنائية وقامة إعلامية كبيرة وقيمة معرفية، قدم للصحافة السعودية عطاءات كبيرة جدا، وتخرج على أيديه العديد من الصحفيين المحترفين، واللي وصل بعضهم إلى رئاسة التحرير. مصطفى يتميز بعدة مزايا قلما تجدها في صحافي آخر، وكل من عمل مع مصطفى رحمة الله عليه يعرفون هذا الشيء جيدا. ولد مصطفى عبد العزيز إدريس في مدينة الطائف عام 1956. نشأ الراحل في الطائف وأظهر اهتماما بالقراءة منذ الصغر، وتأثر بشخصية والده الذي يصفه دائما بالمعلم الأول. درس مصطفى إدريس في مصر ونال شهادة البكالوريوس من جامعة عين شمس. تابع الراحل الحراك الثقافي في مصر والتقى بكثير من صناع الصحافة هناك. أعجب إدريس بشخصية عملاق الصحافة المصرية مصطفى أمين، وتأثر بطريقته في الكتابة عن هموم البسطاء. بالنسبة لطفولته، يعني هو مرة حكى لي على الشيء أول ما تعرفت عليه، إنه كان المدرس بيقول له على رسم المثلث، بس أنا ما أعرف كان الاختلاف إنه الأضلاع مختلفة ولا لا، فكان مع المدرس يقول له إنه أنت بتقول شيء غلط. طبعا المدرس يعني كيف ولد صغير يقول له إنه أنا قاعد أدرس شيء غلط، فما كان يدرك إنه مصطفى مدرك إنه المدرس بيقول شيء مصطفى ما هو مقتنع فيه. بيروح يشتكي لأبوه، أبوه جاء اليوم الثاني المدرسة بيقول ولدي بيقول إنه المدرس بيقول له حاجة ما هو مقتنع فيها. هو له نظرة يعني إنه أكيد المدرس قال في شيء غلط في معادلة المثلث، وهذا هو التفكير البحث
ما يعني المسلمات هذه بالنسبة له ممكن يغير فيها، لأنه بيبحث يفكر بعمق. مصطفى حتى هو كبير في السن يحس أنه طفل لسه، هو الطفل الصغير مصطفى. بس أنا بالنسبة لي طفل، فكان جدا قريب منه. يبدو لي كان أقرب لوالده أكثر كثير. كان ينفذ كل طلباته، يعيش معهم طول الوقت، يحب كمان أخوانه وأخواته البنات، جداً قريب منهم، يعاملهم باللطف. هو أبوهم الثاني، هو أخذ الثانوية العامة في الطائف، بعدين جاته فرصة عمل في جدة، كان يشتغل مع الراحل الخويتر لما كان وزير التربية والتعليم، كان مدير مكتبه، كان مرة معجب فيه كمان الخويتر. بعد كده رجع مصر، درس علم الاجتماع واختلط بكثير من الفنانين هناك، وأخذ دراسة النقد المسرحي. بدأ مصطفى إدريس الكتابة في مجال الأدب قبل أن يقوده هذا إلى العمل في صحيفة عكاظ في عام 1980. كتب الراحل عن هموم الناس اليومية، وتناول قضايا تتعلق بأوجه القصور في عمل المدارس والمستشفيات والبلديات. مرة من المرات كان كاتبين موضوع عن الخضار والفواكه هذه اللي تنباع، وانها تروى على مؤاخذة والله يكرم السامعين بمياه الصرف. واذا الرجل جلس يفكر، وقبل ما تنطبع الجريدة راح كتب طبق سلطة بالمجاري، وهذه صور ضجة وصار فيها يعني ردود فعل قوية جدا. اذكر الموضوع الثالث كان لطفلة مع والديها اسمها رزان الله يرحمه، وهذه في النهاية صار لها حقيقة ردود فعل قوي، وبالذات من الجهات المختصة. الطفلة هذه ماتت فين؟ في المصعد، هي كانت مع والدتها. كان زمان المصعد عبارة عن باب واحد فقط ينفك ويتقفل كده. بعد وفاة الطفلة هذه صدر قرار انه بابين، باب داخلي وباب خارجي. فكان الموضوع مكتوب انه طفل رزان تموت كذا، راح كتب المعلقة قتلت رزان، المعلقة قتلت رزان. وصار بعدها القرار. كان الأستاذ مصطفى الله يرحمه يعني مبدع 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 إلى أبعد الحدود. أنا أتوقع يعني لو كان استمر في الصحافة ما تركها فترة كان لها مصطفى إدريس بصمة ما حد يقدر ينكرها حقيقة. كان يكتب في زاوية اسمها منفى إذا ما خانتني الذاكرة، ويكتب بدل أستاذنا القدير الدكتور هاشم عبد هاشم عندما يكون في إجازة، كان يكتب عنه في إشراقة سويته المعروفة. طبعا مصطفى إدريس لديه ميزتين رئيسية في الكتابة، سواء في الأفكار أو في كتابة مقالاته: الاختصار والانتصار. حتى أني أنا اطلعت على مجموعة من مقالاته في الأرشيف، وجدتها مقالات يعني ذات حجم قليل جدا في الكلمات، وذات مدلول كبير، وفيها نوع من التوجيه، بل أنه من النوع من الكتاب اللي يعتمد على الدراسات والإحصائيات ويضع فيها الحلول ويضع فيها الرأي في نهاية المقال بشكل مختصر ومنتصر للمعلومة. اختار الراحل هموم الشارع موضوعاً لمقالاته التي كانت تجد صداً بين القراء والمسؤولين في الدوائر الحكومية. مصطفى أصلاً لما يجي يكتب المقالات وزاوية منفى، هو بيكتبها من اطلاعه على الأحداث اللي حواليه، يعني معايشته مع الناس. مصطفى يعيش الصغير والكبير والفقير، الاحتكاك العالي بالناس هو اللي يولد مصطفى في الكتابة الإبداعية، ومشاهدته للأفلام وقراءاته في مجالات كثيرة وليس مجال واحد.
التربية، الأدب، الاقتصاد، هذه اللي يدفع مصطفى يكتب. بعض العناوين كانت جريئة وملفتة الانتباه، وكان الإنسان بيحاول يعني يفرمله شوي في بعض الأحيان، لكن كنت أمر الشيء الكثير لأنه كمان لا تريد أن الوهج العبارة الجميلة عنده كان يتغلب في النهاية ويقنعني بأنه لابد من السماح له، وبالتالي لفت نظر زملائه قبل الآخرين والقراء بعد ذلك. مصطفى بقدر ما كان صحفي مهني من طراز فريد، أيضا مصطفى كان كاتبا بارعا. زاويته منفى التي كان يكتبها في عكاظ بين وقت وآخر كانت زاوية فريدة من نوعها، كان يعني كانت خلاصة للفن، فن كتابة المقال الصحفي، كانت خلاصة لثقافة مصطفى الواسعة، كانت أيضا خلاصة لاهتمامه الكبير بالشأن العام، ولكن بطريقته وبأسلوبه في الطرح. مصطفى إدريس كاتب مقال من نوع خطير جدا، يعني يندر أن تجد مثل مصطفى، وكما ذكرت فيعني يسعفه في ذلك الكثير من المقومات التي يملكها، وزاويته منفى كانت يتطلع لها القارئ بشغف، وكانت تساهم بشكل فعال جدا في الالتفات إلى بعض المواضيع الهامة في الشأن العام. يعني عندما يكتب مصطفى مقاله كان ينتظره المسؤول، ينتظره القارئ العادي، ينتظره المتابع للجريدة، لأنه كان يكتب بحرفية عالية جدا. تناسى مصطفى إدريس الكتابة في الأدب وبات أسيرا للغة الصحافة واهتمامات القراء. لفت الراحل الأنظار بعدما أصبح سكرتيرا لتحرير صحيفة عكاظ. مصطفى إدريس رحمه الله كان صاحب كلمة رشيقة، كلمة إبداعية. هو كان ضد الكتابة التي يعني تحمل الحشو الزائد عن الحاجة، كان يكتب برشاقة شديدة جدا، يعني زي ما أطلقوا عليه زملائي ومهندس للكلمة، فهو كان مبدع، يعني يستخدم الكلمة بشكل مقنن جدا، وكان فيها فكر وكان فيها عمق وكان فيها طرح متميز. وأنا الحقيقة يعني تشرفت بأنني في فترة رئاستي لتحرير الندوة كان يكتب أيضا في فترة من الفترات من مقر سكنه في لندن في تلك الفترة، وكان يكتب المقال. حقيقة مصطفى إدريس بالفعل يعني رجل صاحب فكر، صاحب رؤية، لديه هم اجتماعي كبير جدا، عمق ثقافي متميز جدا، وكانت عنده أحلام كبيرة في تغيير كثير من مفاهيم المجتمع القديم البالية وكثير من الأمور التي رأيناها اليوم في مجتمعنا حاليا. تمكن مصطفى إدريس من إجراء مقابلات صحفية مع شخصيات محلية وعربية بارزة، فضلاً عن تغطيته للحرب اللبنانية في واحدة من أهم مراحلها. أجاد الراحل كتابة التقرير بطريقة تختزل التفاصيل الكاملة بلغة صحفية راقية. لم يكن مصطفى إدريس كاتباً مكثرا في الكتابة، غير أنه حينما يكتب تبقى هنالك بصمة مصطفى إدريس، هذه اللغة السردية في الكتابة التي اكتسبها من كتابته القصصية وسمت كتابته للخبر وكتابته للتقرير وكتابته لتغطية ما يغطيه من مناسبات. ثمة لغة متأدبة خلف العمل الصحفي الذي كان
ينهض به مصطفى إدريس. لا أزال أتذكر ذلك التقرير الذي كتبه من بيروت حينما انطلق فيه من خلال سماعه لفيروز في المسافة بين المطار وبيروت، ثم نكتشف بعد ذلك أن بيروت المدمرة هي نقيض بيروت فيروز التي كانت تغني. كان مصطفى إدريس ينشئ في مقاله بنائين متوازيين، عمار بيروت على مستوى الفن، دمار بيروت على مستوى الواقع الذي انتهت إليه الحرب اللبنانية. لا أزال أتذكر كيف يلتقط مصطفى إدريس اغتيال الرئيس اللبناني ريني معوض، وبحرفة الصحفي يجعل العنوان معوض يا لبنان، ملتقطا اسم الرئيس اللبناني والكلمة التي تقال عند حدوث المصائب معوض خير، فكان عنوانه معوض يا لبنان. تولى مصطفى إدريس منصب نائب رئيس التحرير في صحيفة عكاظ، وبات مكتبه بمثابة المطبخ الصحفي الذي يتم فيه إعداد المحتوى والتصميم. اشتهر الراحل بكتابة العناوين اللافتة، مستفيدا من ثقافته الواسعة في مجال الأدب. مصطفى مثقف وعمر 13 سنة، بيقرأ روايات وقصص لكتاب وفلاسفة أوروبيين وروسيين، وبدأ بكتابة القصص الصغيرة وصارت تنتشر له في عكاظ، وبعد كده دخل في مجال الصحافة من صحفي ميداني، بعدين مدير تحرير، وبعدين إلى أن وصل نائب رئيس تحرير. وكان له الفضل في أنه عكاظ ما وصلت عليه الآن بشهادة زملائه في العمل. هو مصطفى إدريس أنا أقدر أسميه ملك العناوين في الصحافة المحلية، أنا أعتقد لا أحد يضاهيه. يعني أنا شخصياً استفدت منه كثير في فلسفة العناوين هذه. يعني مصطفى إدريس يديك عنوان شامل قوي في أقل عدد من الكلمات. مصطفى إدريس أنا عشت معه 30 سنة كاملة، وأنا أعتبر أحد تلاميذ الأستاذ مصطفى إدريس رحمة الله عليه. هادئ بشكل ما أقدر أصف لك، هو وإعلامي موغل حتى الثمالة، وأستاذ العناوين الأستاذ مصطفى إدريس كان أستاذ العناوين، يعني كان هو ماسك العدد الأسبوعي، وهذا العدد الأسبوعي كان يبيع أيام الدكتور هاشم، كان يعتبر أكبر يعني عدد للبيع للأعداد كان في ذلك اليوم. عنوان عندما يكتب القصة هو أستاذ كاتب القصة الستوري. أنا تعلمت منه، كتابة القصة وعنوان القصة ومقدمة القصة. أتذكر عملنا سلسلة حلقات، كنت سافرت على أفغانستان، وتلك الفترة كان مشروع وطن بلا مخدرات، إذا تتذكروا أيام فيصل بن فهد، الأمير فيصل بن فهد أطلقوا تلك، يعني أنت تتحدث الآن عن 25 يمكن 30 سنة يا أخوان. فبالتالي عملت سلسلة من الحلقات من هلمند في شرق أفغانستان، تعتبر عاصمة أفيون العالم. فرحت عملت قصة استقصائية، كيف تصنع المخدرات، كيف يتم حصادها، كيف يتم زراعتها، كيف يتم إعدادها، كيف يتم حتى تهريبها. يعني قصة استقصائية 10 حلقات، أزعم أنه قدمت فيها يعني لبعض الجهات لكي أحصل على أفضل تحقيق، وتحصلت على أفضل تحقيق. فهو مسك هذا المشروع، وأنا أعتبر أنه أنا صحيح كتبت الموضوع بشكل جيد، لكن أحد أسباب نجاحاته العناوين اللي حطها الأستاذ في 10 حلقات، اللي هي عملت ليس فقط مردود على مستوى المهني، وإنما حققت مبيعات كثير.
وكان ينبسط لما نقول له يا درش، كان ينبسط على الكلمة هذه، تيجي تقول له يا درش ينبسط. العناوين هذه ما كانت تطلع إلا في يوم صدور العدد، يوم صدور العدد تطلع العناوين هذه، وبالذات لبعض الصفحات اللي هي الصفحات الإنسانية وصفحات اللي الحوارات والقضايا والتحقيقات. كان ايش يسوي؟ الله يرحمه ويعفي عنه، يترك الدكتور هاشم يغادر الجريدة، الصفحة جاهزة والعناوين موجودة والصفحات جاهزة، وكان الدكتور هاشم كان شافها واطلع عليها، وكان يترك بس الدكتور هاشم، أول ما يشوف الدكتور هاشم غادر يبدأ يظهر. إحنا وقتها نكون نبحث عنه قبل المغادرة، نبحث عند أستاذ مصطفى، وين؟ وين أستاذ مصطفى؟ وين مصطفى إدريس يا جماعة؟ وين درش؟ وين مصطفى؟ نبحث عنه، وهو كان يختبئ في مكانين، إما في غرفة التصوير أو في مكتبه ويقفل عن نفسه المكتب، وما حد يعني ندق الباب ما هو موجود. ندخل على غرفة التصوير، كان غرفة التصوير لها باب دائري كان زمان، حتى كان الإخوان في التصوير نجي ونسأل يقول لك لا في أحد من الزملاء قاعد يحمض الأفلام، كان وقتها أيامها كان التحميض، وكان مصطفى جيس جوا في الداخل يطلع ويسوي ذلك العناوين. أنا أذكر من العناوين، أنا عملت كذا موضوع، وأذكر من العناوين اللي فعلا كان لها تأثير قوي جدا، كان مرة عملت موضوع عن إصابة في جدة صومالية قتلت يعني حوالي 3 أشخاص، وكان بطريقة شنيعة، وكان عددهم 74 شخص، ما بينهم يعني سيدات، وكان بعضهم كانوا ضباط وعسكر، كانوا ضباط وعسكر. في النهاية ترى طبق فيهم الحكم الشرعي وصلبوا وأعدموا وصلبوا. فكان الدكتور هاشم يعني اطلع على الموضوع، ومكتوب القبض على عصابة صومالية في جدة، خلى الدكتور هاشم يطلع وجاء كتب القبض على مافيا جون، القبض على مافيا جون. طبعا الدكتور هاشم شاف العنوان ولع الدنيا، لكن لما شاف ردة الفعل هدا. أنا أتوقع الشيء ذا رغم أنه كان يبحث عنه. كان مصطفى إدريس يرى في الصحافة رسالة تفوق المهنة والتزاماتها. اعتمد الراحل طريقة كشف المستور من خلال البحث عن الخلل في الجهات الخدمية وكشف تقصيرها نحو المجتمع، فضلاً عن فكرة استضافة المسؤولين في شتى القطاعات للرد على تساؤلات الجمهور من خلال الصحيفة. حقيقة مصطفى إدريس يعني كان عنده عمق فكري وثقافي وأدبي وفني عالي جدا جدا، وكان دائما لديه القدرة على الاقتراب أيضا من المواقع التي تثير القارئ وتثير فضوله، ويقترب منها بشكل إبداعي فعلا، ويعطي انطباع دائما ما يكون يجذب القارئ ويجذب المتلقي للعدد الأسبوعي الذي كان يبدعه مصطفى إدريس. جوانب مصطفى كثيرة جدا. مصطفى كان لديه العمق الاجتماعي، لديه حس اجتماعي كبير، يشعر بالمجتمع، يشعر بقضايا المجتمع بشكل كبير. أيضا لديه هم ثقافي، يقرأ كثيرا، يقرأ الروايات، حتى كان هو في أواخر حياته لديه حلم أن يكتب روايات، ولكنه تأخر في هذه المسألة، وكان يعني المرض والموت سباق في هذه المسألة، ولم يسعفه القدر بأنه هو يكتب هذه الروايات التي كان يحلم بها. حقيقة مصطفى لديه جوانب متعددة جدا في كافة الأعمال والفنون الصحفية التي خاضها. حققت صحيفة عكاظ نجاحا لافتا من خلال تطور محتواها واتساع شعبيتها إلى مناطق البلاد المختلفة. بات هم الشارع السعودي من الشرق إلى الغرب محل اهتمام الراحل، الذي كان يرى في رسالته الصحفية ما يمكن أن يصل إلى أبعد من قراء المنطقة الغربية. اهتم مصطفى إدريس بتنوع محتوى الصحيفة بعيدا عن الأخبار الرسمية والكتابات الأدبية.
كان يعني مصطفى رحمة الله عليه يراهن على الهامشي في المادة المعدة أو تلك المادة التي تخرج من تحت إشرافه، كان يراهن على الهامشي. لذلك كان يجهز الخطة في العشر دقائق الأولى، لو قلنا مثل المباراة كان يجهز الخطة في العشر دقائق الأولى في العشر دقائق الأخيرة، ثم يعني يحظى بالفوز ليترك المتفرج ليرى نتيجة المباراة النهائية بالفوز والنتيجة الكاسحة. أحد الدائمين للمشروع الثقافي في عكاظ، وقدم في هذا الجانب مبادرات مهمة جدا، وحاول يعني أن في بالذات في المرحلة الثانية من عودته للأسبوعية في صيغتها الأخرى عدد الخميس، كان لأول مرة يفرد قصيدة كانت تنشر في حدود ربع صفحة وأقل من ربع صفحة، صفحة كاملة أذكر كذا قصيدة، من القصيدة يعني لا تتجاوز 16 بيتا كان يفرد لها، كان يفرد لبعض الدراسات مساحات ضخمة، وهي يعني لا لو نشرت في صفحات في ملاحق أخرى أو صحف أخرى لم تنشر أتتجاوز الربع صفحة. كان يهتم بالصورة وأبراز الصورة، كان يهتم بتشجيع على تقديم حوارات استثنائية، تبنى مشاريع، حاول استقطاب الشاعر محمد الثبيتي في كتابة زاوية أسبوعية في عكاظ واستمر يكتبها كذا أسبوع. مصطفى إدريس بالجانب الثقافي هو أحد المحرضين على الجمال والداعين والداعمين له، ويتبنى الأصوات حتى التي لا يعرفها. اهتم مصطفى إدريس بتنوع محتوى الصحيفة بعيداً عن الأخبار الرسمية والكتابات الأدبية. باتت صحيفة عكاظ تحمل بصمة مميزة في الاقتصاد والفن والرياضة وأخبار التكنولوجيا والطب. كان إدريس يرى في الصورة ورسوم الكاريكاتير ما يمكنه إضافة بعد ثالث للخبر. اهتم الراحل بانتقاء الصورة المناسبة لتتصدر صفحات المطبوعة، وأجاد توجيه رسوم الكاريكاتير لبث رسائل مختصرة عن أكثر القضايا أهمية لدى القراء. أولا قبل ما أتكلم على مصطفى، أنا ما يحزنني إن إحنا دائما نتكلم على الميت، كم كنت أتمنى إني أتكلم عليه وهو عايش، كم كنت أتمنى إنه يتكرم في حياته هذا الصحفي المبدع، الكاتب الرائع، الإنسان الخلوق، كان يستحق التكريم في حياته. ولكن هذه كعادتنا دائما، يعني دائما نتذكر مبدعينا حينما يغادرون سواء للموت أو يروحوا لأماكن أخرى في الحياة، يعني زي أي مبدع ممكن يبدأ هنا ويشتهر في مكان آخر ويقولوا كان عندنا، فهو هذه مشكلتنا دائما الدائمة. مصطفى أنا علاقتي فيه كانت علاقة غريبة، كنت كاتب لجريدة السعودي جازيت، وكنت أكتب بالطريقة الإنجليزية، ما لها علاقة بالطريقة العربية، فيها introduction مختلف، وصدفة قابلنا أنا هو في الجريدة، ومرة على مرة تكلمنا، وبعدين قال لي طيب ترجم لي مقالاتك أشوف إيش تكتب. وريته طريقة الكتابة وقال لي يا مختلفة عن العربي. بعدين قال لي طيب ليش ما تجرب معنا في عكاظ. من هنا زي اللي توططت العلاقة بيني وبينه وما أعرف إيش. وكان عنده طريقة غريبة، يعني غير إنه مبدع في ترويساته ومبدع في اختياراته، كان يضيف لمسة عظيمة على أي مقالة. فكان لما أكتب شيء وما يعجبه مثلا ما يمكن يقول لي ما يعجبني، لكن يدخل بطريقة مختلفة ويجي يسوي إنه يطرح أفكار، فالأفكار هذه توقظ عندك شيء إنه زي اللي تحمسك إنك تبدأ بتحدي إنك تعمل شيء جديد أو تعمل شيء مختلف. هو ما عمره قال لي ترى ما جيدة هذه المقالة، أو لا ما تمشي معانا، أو ما تمشي مع النمط العربي، لكن دائما يبدأ يطرح أفكار ثانية مختلفة. وكان عنده طريقة مو طبيعية في اختيار النصوص، في اختيار العناوين للفكرة. إذا عطيته وممكن أنا كتبت المقال ويمكن المقال يكون لأي شيء ما، لكن كان يعمل منشيت لها بعد ما رحت فرنسا، وبعد ما درست فرنسا شفت الطريقة الصحفية الفرنسية،
يعني هذه كانت البدايات، وكأن احنا اجتمعنا ان احنا كان في هذيك الفترة كان كل الناس او الكتاب والادباء يعتبروا انهم مفروض انهم ما يجوا في وقت معين، وان الالهام يجيهم في اي لحظة، فكانوا كل العمل في الليل. كنا اعتقد ان احنا نقعد في الجريدة الساعة 3 في الليل مرات لين تطلع الطبعة الثانية، وبعدين نروح نكمل. يعني كان حياتنا كلها ليل. هذه كانت البدايات معه، وكانت بدايات التوجيه كيف اكتب او كيف الطريقة. لكن ما اعتقد يوم الايام من بدات حتى وانا اكتب باريس، لما كتبت باريس صرت اكتب العكاظ مقالات من باريس، ما اعتقد انه انتقدني بالانتقاد، لكن كان عنده طريقة نقد جميلة محببة انه يخرجك من اللي كتبته، او يوجهك بطريقة كأنه يضيف لك جمال أو يحمسك أنك تكتب شيء مختلف. تمكن مصطفى إدريس من كسر قالب التغطيات الموسمية بعدما تحولت تغطية موسم الحج من الأخبار الرسمية إلى تناول موضوعات تهم حياة الناس من الحجاج وسكان مكة والمدينة. اهتم الراحل بقضايا الازدحام والسكن وتوفر المواد الغذائية للحجاج، بالإضافة إلى حملات الحج ومكامن التقصير في عملها. عاش مصطفى إدريس مهتماً بتبني مواهب الصحفيين الشبان، واعتبر هذا الدور جزءاً من رسالته في عالم الصحافة. لا، ما كان عنده أي علاقة بالموضة، مجرد أنه وجد أنه الإبداع، هو يؤمن بالإبداع أياً كان. كان يتابع موسيقى، كان يتابع سينما، كان يتابع مسرح، كنا نتابع. فهو وجد أنه عندي شغف، ولكن كان هذا الشغف ما أعرفه، قابلني بالصدفة. فكان هو دافع لي أنه يعني مثل غيره، عندي أصحاب كثير نصحوني بأشكال معينة، بس أنا أتذكر نصيحته أني عجبتني النصيحة، لأن أخذت أكثر من نصيحة من ناس ثانيين في دخولي الموضة، لكن عجبتني نصيحته كيف ربطها بإني ما بحتفظ بالتصاميم. لهذا معناته أنت تعطي ولا يهمك إيش اللي يحصل. يعني زي ما قال كاتب يعني عن عرض من عروضي الأزياء حقتي اللي عملتها، الكاتب المعروف أحمد أبو دهمان، قال هو مثل المزارع، يزرع وحينما يحصد يعود لزراعته مرة أخرى. فهو كأنه يعني استشف إني بما أني ما أحتفظ بالأشياء، معناته ما كان يهمني الشهرة، كان يهمني إنه فيه شيء ممكن أقدمه مختلف. نجح الراحل على مدى سنوات طويلة في تأهيل كثير من الأسماء المهمة للعمل في مهنة المتاعب. في عام 2003 انتهت مسيرة مصطفى إدريس في صحيفة عكاظ، وانتقل بعدها للعمل نائبا لرئيس تحرير صحيفة الوطن. استمر الراحل في صناعة الفرق بعدما حققت الصحيفة انتشارا واسعا في السعودية وخارجها. بات منزل مصطفى إدريس في جدة ديواناً للمثقفين والأدباء، وأصبح مجلسه مكاناً يتداول فيه الصحفيون هموم المهنة ويستمعون إلى آراء مضيفهم صاحب التجربة المختلفة في مهنة المتاعب. بصراحة أبوي توفى وأنا عمري 3 سنوات، كنت أحتاج يمكن للأب والأخ والصديق والحبيب، فأنا وجدتها كلها في مصطفى، في شخص مصطفى إدريس. اللي عرفني فيه أختي كانت في جامعة الملك عبدالعزيز وجابت درجات مرة يعني تأهلها تكون معيدة، وكنت أنا تخرجت من الطب وقلقانة يعني قلقانة عليها، وقلت لازم أدور يعني حل إيش ممكن أعمل. فجاب بالي إني أتصل على جريدة عكاظ، ممكن تكون هي ممكن توصل أختي للهدف اللي تبغاه، لأن هي كمان مستحقة. فاتصلت، تخيل مين اللي رفع السماعة؟ مصطفى إدريس. كانت أول من رفع السماعة مصطفى إدريس، طبعا أنا ما أعرفه. قال لي مين أنتي؟ فأنا قعدت أحكي له القصة كلها،
أعطاني ساعتها رقم جواله وطلب مني أن أختي تتواصل معه، وفعلا حل مشكلة أختي. كانت مستحقة، يعني واحد من أصدقائه كتب عن الموضوع في جريدة أنه مستحقة أنها تكون معيدة، وهذا اللي صار. فكانت بالنسبة لي طول الوقت الشهادة العدل، يعني شيء عظيم أنه أنا أوصل لهذه الدرجة من العدل وأن مشكلة أختي تتحل. فهذا كانت أول ما تعرفت بمصطفى إدريس. طبعا أنا أعجبت فيه. نعم طبعا اتصل على ماما. بصراحة عشان أنا أعجبت فيه فكنت بحضر ندوات عكاظ، لسه أنا سن صغيرة. استهدتني الحياة، عارف حياة لست الصحافة بس حياة العقل والتفكير والاندماج في الناس، حياة تانية غير الطب. هذا اللي خلاني أدخل حياتي بقوة. أنا قررت إني قررت إنه أنا أرتبط فيه بصراحة. يعني طلبني من ماما، وكانت أمي معارضة لأنه أكبر مني بشوية. بعدين الأقدار جمعتنا. هذا الزهد في كل شيء عدا الإعلام أنا ما شفته إلا عنده. هذا الحرص الكبير والعظيم في مسألة الاهتمام بالمواهب أنا ما شفته. هذا الحرص على الفقراء، على المساكين، على الضعوف. أحياناً يمكن يجي نص الشهر ما تجد عنده خبز ولا تجد عنده ماء، بالرغم أنه كان يأخذ راتب ما شاء الله راتب جيد في فترات من فترات حياته. تقول وش اللي صار؟ يبتسم. كان دائماً معطاء، ما يصل إليه كان يصل إلى أصحاب الحاجة، سواء من أصدقاء، من أقرباء، من أهل. لم يكن يعيش لنفسه بقدر ما كان يعيش للآخرين. في غيابي أو في سفري أو في سفره ما كان يقطع، ما كان فيه يوم أو يومين أو ثلاثة تمر إلا ما يتواصل مصطفى إدريس يسأل عن أخبارك، عن علومك، عن 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 عن. حتى في خلال مرضه المفروض إحنا اللي نسأل عنه، كان دائما يبحث، يسأل، يتصل. والشيء الطبيعي انه احنا كاصحاء نتصل بصديقنا او زميلنا المريض، لا، الشخص هذا وفي عز مرضه وفي عز تعبه كان يبادر الاتصال ويسال ويستفسر، رغم انه في فتره من فترات ما عاد تميز ماذا يقول، من يعني ساءت شويه الحاله لدرجه انه صار كلامه غير متضح. ولكن كنت افهم من كلامه انه مشتاق، وانه سعيد أنه سمع صوتي، وأنه حريص على أخباري ومن هذا النوع. في عام 2011 تعرض مصطفى إدريس إلى إصابة بليغة بسبب حادثة سير في مدينة جدة نتج عنها كسور مضاعفة. أدخل الراحل إلى العناية المركزة في مستشفى الملك فهد قبل أن يغادره على الكرسي المتحرك. تولت الطبيبة نور النهاري زوجة الراحل ورفيقة دربه العناية به من خلال مراحل علاجه الطويلة. تولت الطبيبة نور النهاري زوجة الراحل ورفيقة دربه العناية به خلال مراحل علاجه الطويلة. أظهر مصطفى إدريس صلابة في مواجهة مصاعبه الصحية، إلا أن حالته الصحية بدأت في التراجع وعدم الاستجابة للعلاج. في 17 من أبريل من عام 2018 توفي مصطفى إدريس متأثراً بتداعيات المرض. نعت صحيفة عكاظ الراحل بعبارة رحل مهندس العناوين، في إشارة إلى براعته في صناعة المحتوى خلال السنوات التي قضاها في الصحيفة. للأسف مصطفى إدريس قضى أيامه الأخيرة في الرياض، وكنت في جدة، وانقطعت بيننا سبل الاتصال. لم أكن وفيا كما ينبغي، كنت أسأل عنه من هم على اتصال به وأكتفي بمثل هذا السؤال. كنت أشعر أن لمصطفى إدريس صورة في ذهني، وكم كان يؤلمني أن أراه مريضا، كم
يؤلمني أن أراه متألما. كنت أتابع من خلال أصدقائي كيف هو حال مصطفى، وكنت أخبر يوما بشيء من صحته وأياما بشيء من سقمه، حتى فوجئت وفجعت ذات يوم برحيله. ليس لي إلا أن أسأل الله له الرحمة، وأن أسأل الله الأجر لزوجته العظيمة التي وقفت معه حتى وفاته. شوف، أنا عايشت المشكلة أصلاً قبل وخبر وفاته، وأعرف أنه يمر بظروف صعبة، وسواء من أيام لندن، من السعودية لندن للرجع، كل ما في شك أني أنا وكلنا مقصرين أصحابه. يعني لا أعتقد أنه، لا يدعي أحد أنه كان جيد معه، يعني أنا أول مقصرين، وإحنا كنا كثير مقصرين، لأنه هذه سنة الحياة. يعني أنا دحين ما أدعي لك أني كنت الصديق المخلص اللي كنت أتابعه في كل شيء، حاولت، ولكن مع الحياة ومع هذا شعرت بالحزن لما توفى، أني ياريتني كنت حاضر معه في هذه الأوقات. يمكن ما تألمت من شيء بعد رحيله، أني عارف ظروفه أنه كان يمر بأزمة صعبة، لكن ما زعلت إلا أنه انتقدت نفسي أني ما كنت حاضر معه في لحظات كثيرة. وهذه أنا إلى الآن أنا أعتقد أنه كانت غلطة كبيرة. اشترك مصطفى، لا شك أنه ترك إرث في الكتابة، في الجماليات، في النقد، في الأسلوب الكتابي. أنا لازلت أؤمن بأنه من أعظم الصحفيين السعوديين اللي مروا في منطقتنا، سواء رغم يعني أنه ما يبين هذا الشيء، ولا يتصدق هذا الشخص الصغير هذا أنه عنده هذا الكثافة من الفكر والأدب والأسلوب والإثارة. يعني كان جميل في كل شيء، يعني في كتابته وفي، فطبعا أكيد افتقدناه، وأكيد أنه الصحافة السعودية افتقدته، أو الإعلام بصفة عامة افتقد حاجة زي كده. ولكن أرجع أقول لك أن احنا كلنا مخطئين، ما نفتكر يعني رموزنا إلا بعد موتهم. وأنا أكرر في هذا اللقاء أسفي أني ما كنت متابع لحالته من بدايتها إلى آخرها، إنما يعني أنا زي الآخرين، في عندنا ظروف وحياة، ولكن ما حسيت في هذا الموضوع إلا فعلا بعد وفاته. إلى أن فوجئت باتصال منها من الدكتورة، قالت لي أحسن الله عليك مصطفى مات، الله يرحمه الله يرحمه. لما مات رحنا طبعا العزاء، ثاني يوم أعدت مقال أنا كتبته في حياته، لأني ما قدرت أكتب، وانبسط هو من مقالي وهو حي، نشرته في جريدة الوطن، أنا كنت أكتب يوميا وأسعده كثير، رغم أنه ما يعبر عن شعوره، لكن زوجته قالت لي مرة انبسط انبسط. فلما مات ما قدرت أكتب عن مصطفى إدريس، فأعدت نفس المقال مرة أخرى، سويت له مقدمة صغيرة بس ونشر، وطويت صفحة من صفحات الإبداع والعظمة الإنسانية والثقافية الحقيقة. وكل يعني أنا الذي يحزنني أكثر عندما أتذكر مصطفى أنه ما كتب، يعني حتى مقالاته اللي موزعة في عن المجلات من الصحف وفي عكاظ ما يعني ما جمعها. أنا أفكر أني نستعين بالإخوان الآن في جريدة عكاظ، ولأني عملت خطوة للأستاذ سعد الثوعي الله يرحمه، أخذت كل مقالاته وصفحاته وهذا، لكن يبقى لها دوشة، شغلة طويلة عريضة عشان نطلع المقالات ولا نطلع كتب. ففي ذهني أني بتكلم مع الإخوان في عكاظ، ما حيقصرون أنه يطلعون هذه المقالات مصطفى، لأنه معظمها في عكاظ. هو صح كتب حتى في مجلات خارجية،
لكن معظم مقالاته كانت في جريدة عكاظ، فإن شاء الله نجمعها وطلعها في كتاب. الأثر مرة كبير، يعني أنك أنت تعيش مع شخص أنت تشوفه قدوة، يعني قدوة في كل شيء. الأثر هذا خلاني أشوف حياتي الماضية، مستقبل، الحاضر بشكل جداً واعي. أنا الأثر أنه أنا بحس أثره لين الآن حتى بعد وفاته، ما أنهزم قد ما أتألم، ما أنهزم أبداً. أوكي أتوجع بس ما أنهزم، أرجع بعد كل ألم قوية أكثر من أول، أقرأ وأمارس كل حياته اللي علمني إياها في حياته، أمارسها، قراءة، السينما، الفن التشكيلي، أحلل الأشياء، أتأمل، أقرأ رواياته اللي كتبها في البيت، أو القصص، أشعاره. أثر مصطفى لا يمكن أنساه، نفسه في البيت كان أثر، مشياته خطواته كانت أثر، لا يمكن أنساه أبداً.